السلام عليكم، كيف حال الشباب؟ اليوم مقطعنا راح يكون عن جائزتين مجانيات وجائزتين خرافيات الكل بيقدر يحصل عليهم بسهولة تامة. فقبل البداية لايك اشتراك تفعيل زر الجرس وكود الشب وازد وادي دي. الجائزتين قدامكم، الرقصة والحقيبة، فكيف تجيبوهم؟ عن طريق انك تكمل تحديات، عشان تحدي بتحصل على الجائزتين. طيب شو التحديات يا زيد وكيف ممكن نجيبهم؟ بتروح عندك على المهام بتلاقي مهام طريق الابطال، هاي الجائزتين موجودات قدامك. الحقيبة بدهم بتكمل 10 تحديات من اللي تحت بعطوك الحقيبة، الرقصة تكمل 20 تحدي من اللي تحت بعطوك الرقصة. طيب شو التحديات اللي تحت عندك؟ اول قائمة حركات التمزيق اسمها، هي عبارة عن تحدي او خمس مراحل، ممكن يحسبوه خمس تحديات اذا كملته. اوكي، بدك تجيب كلات، اول مرحلة 25، المرحلة الثانية ممكن 50، المرحلة الثالثة 75، المرحلة الرابعة ممكن تكون 100، المرحلة الخامسة ممكن تكون 125، وهكذا بدك تجيب كلات. يعني خلص التحدي ممكن يحسبوا لك 5 من 10 للحقيبة. القائمة اللي تحتيها اسمها استعراض فليكس، هاي فيها خمس تحديات تقدر تعملهم بسهولة. اول تحدي ممكن تكنسله لانه مطلوب منك تجيب جيم او تفوز جيم ببطولة، بطولات تنافس قدامك، فبدك باي بطولة تشارك على الموعد وتحاول تجيب جيم. اذا التحدي هذا صعب عليك كنسله لانه في تحديات كثير تحت. فالتحدي اللي بعده بدك تفوز جيم، يعتبر فوز ملكي في الوضع المصنف يعني بطول رانك. هذا التحدي مش انه يعتبر سهل، بس بتقدر تعمله لو بدك تعمله. فبتفوت على الجيم المصنف او باتل رويال المصنف يعني، وبتحاول تفوز جيم وانت معك تاج عشان يكون انتصار ملكيا. خلص معك التحدي بجيم تصنيف، خلص. التحدي اللي بعده راح يكون بجيم باتل رويال العادي، مو المصنف، العادي، جيم سكواد، لازم تفوز جيم ملكي، تمام؟ يعني يكون معك التاج وتفوز جيم وتكون داخل باتل رويال العادي وسكواد يعني فرقه. التحدي اللي بعده بدك تجيب 3 كلات وانت معك تاج، يعني معك تاج جيب 3 كلات بخلص معك التحدي. التحدي اللي بعده بدك تنهي مباراة وتكون من ضمن توب 10 لاعبين بالجيم، يعني تكون موجود مع ضمن اخر 10 لاعبين بالجيم وانت عايش، يا بوضع مصنف يا بطولة. المصنف اسهل من البطولة، فبتفوت على اي جيم مصنف وبتحاول ضلك مكمبر حتى يضل بالجيم مثلا 9 اشخاص وانت عايش معهم. القائمة اللي بعدها اسمها الدخول اليومي، فيها تحديين وكل يوم راح ينزل فيها تحدي. فأول تحدي منهم الحق الضرر باللاعبين باستخدام أسلحة أسطورية أو أفضل، مطلوب منك تدمج اللاعبين 500 دمج باستخدام أسلحة ذهبية أو أسلحة مثك، يعتبر سهل جدا. التحدي اللي بعده العب مواجهة عندما تكون مع فرقة، يعني بدك تفوت جيم سكواد سواء مع أصحابك أو عشوائي، المهم سكواد فرقة وبس فوت جيم، مو مطلوب منك تسوي إشي بالجيم يعني تفوز أو تخسر عادي، المهم إنك تفوت جيم سكواد مع أي تيم عشوائي أو تيمك. التحديات اللي بعدها هي تحديات بطور روكت ليج أو طور السباق، إلهم جوائز إضافية العجلات اللي قدامك، انسى العجلات، خلينا نشوف التحديات تعاونهم، لأنه هاي التحديات لما تعملهم كمان بيزيدوا عندك على الحقيبة والرقصة. يعني عندك التحدي اليوم الأول، هم تحديين هم بإنهاء دورات في سباق مصنف 20 دورة، مثلا كل ماب بطور السباق في تقريبا 3 دورات، تخلص 3 دورات بتخلص الماب، فبدك تقريبا 20 دورة. يعني تقدر تقول بدك تقريبا يعني بدك تلعب 7 مبات او 7 اجيام مصنف عشان تخلص هذا التحدي. المهم تفوت على طور السباق وتخليه الوضع المصنف لا تلعب فيه. خلص التحدي هذا الاول، التحدي الثاني نشط التيربو 45 مرة، فراح يخلص معك هذا التحدي عن طريق 7 اجيام راح تلعبهم. واليوم الثاني اللي هو بكره راح ينزل كمان تحدي او تحديين، وفي اليوم الثالث وفي اليوم الرابع. فكل هاي التحديات اللي بهمك انك تعمل منهم 20 تحدي عشان تكون ماخذ الحقيبه والرقصه. فقريبا راح يكون في بطوله على السكنين هذول قدامكم وراح نقدر نجيبهم بشكل مجاني، بس خلي موعد البطوله يقرب شوي، بعدها بنزل مقطع وبشرح تفاصيل البطوله من ناحيه النقاط والمراكز والجوائز بشكل عام. فبنهايه مقطعنا اذا حاب تدعمني لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، لا تنسى كود الشوب وايزد وادي دي. بخصوص كود الشوب للناس اللي ما تعرف، اذا دخلت على ايتم شوب واستخدمت كودي مثلا وايزد وادي دي بيعطوك الايموشن قدامكم بشكل مجاني، فاذا ما كنت حاط اي كود جرب حط كودي وايزد وادي دي راح يوصلك الايموشن على طول. فبس بالنهايه مع السلامه. يعني انت قاعد تحكي تقريبا ما يعادل 20 ساعه بفوز اليوم. ولا عمري وصلت واحد من الاثنين، دائما مو انا ولا شيء. انا ولا شيء. مين الخيال تتوقعوا يا اخوان؟ يزيد؟ يزيد انت؟ يزيد اتوقع عزيز. لحظه لحظه، في سكيل مهندس، هذا احمد انت؟ احمد هذا انت؟ خلاص ذهب. لا هذا انت اللي تمشي. يب انا. يا اخوان تعالوا تعالوا احشوهم هان. سكروا 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 الباب الثاني، سكروا الباب الثاني تمام. يا وسيم سكر الباب الثاني، وسيم سكر الباب الثاني يا وسيم. سكروا سكروا، ايوه كفو، احنا هينا مجمعين لك هون في 3. ايه يسرقوا يا اخوان، حد يسكر معي بحتاج حدا كمان. عزوز تعال سكر معي، ايوه كفو.
برو او ما زال وش يا بوس وين وين راه المفروض لا في ناس تتبولين تتبولتين من من المجرم من المجرم المجرم مين لا وسيم يا لكن يا خاين يا خاين يا خاين لا انت كمان انا بريء انا بريء كالعادة وال اوه في تدفولة ما صرنا معك أكبر لكن لكن اه وينتو انا قاعد بقص مع واحد من الدبولة ما صرح يا نثل يا اخوان اقتلوه لازم يموت يا اخوان هي معي دبولة انا مثبت لكم دبولة اقتلوا يا رب اقتلك الشبك يا رب اقتلوا لا يا اخوان في اجتماع دبولات يا اخوان عندي ثلاث دبولات عندي ثلاث دبولات عندي ثلاث دبولات يا جماعة عندي ثلاث دبولات تعالوا والله ثلاث هيهم حوالي تعالوا تعالوا ثلاث دبولات حوالي تعالوا تعالوا مزكين يا جماعه مزكين هاي كوش عنا جلدني بعد يا نذل بقول لك نذل يزيد طخ بالله عليك لا 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 ايش اللي تقوله بالله عليك اكثر واحد مستفز هو عنجد يا نصر ايه ماك معفن يزيد راح يقتلك يا يزيد يزيد راح يقتلك يزيد راح يقتلك راح يقتلك يا اقسم بالله اصبر اقسم بالله هذا فراز هذا يا نصر نذل نذل بالغلط انا والله بالغلط انا ما شفتك اصلا ما انتبهت انك موجود خذيت سلاح خذيت خذيت يزيد طختني انا قاعد بترقص معي او هو بازلتا ديدبول قاعد بترقص معي يزيد اذبح يزيد اذبح يزيد 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 اللي ورك اللي ورك اللي ورك 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 We'll be right back.